يوم جديد وفلو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، ايش اخباركم؟ شو مسويين؟ ان شاء الله طيبين. هذا عاشر فلوق على التوالي، الحمد لله يا رب. هذا عاشر فلوق على التوالي سويناها والله. لكل شخص قال اوه والله بتسحب، لا ما تقدر، ما ادري ايش، ايش نقول له؟ نقول له هذا عاشر فلوق على التوالي سويناها. جدا مبسوط والله يا جماعة، الحمد لله. صباح الخير ونبدأ التمرين. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ مع احماء العضلات. وكذا يكون خلصنا تمارين، سوينا اللي نقدر عليه. ان شاء الله اول ما نتشافى من الاصابه راح نرجع للتمارين القديمه اللي بدينا عليها، وحاليا نفطر الكبده اللي شريناها امس. هذا الفلوق ما صار لي 5 دقائق من نزله، صار لي بالضبط 4 دقائق. طيب يا جماعه شوفوا الكومنتات، يعني شوف الفلوق مدته قول ربع ساعه، يعني لما الحين ما حد شاف الفلوق. وشوف التعليقات، لايك قبل ما اشوف، يعني صدق والله كلامهم. فاي شخص يكتب لايك قبل ما اشوف والله انه صادق صراحه، لان الفلوق مدته ربع ساعه وانا نزلته قبل 4 دقائق، وكله لايك قبل ما اشوف، ونسوي تحديث ونشوف اللايكات. صح والله. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لفقره خفايا اثنين، واليوم باذن الله راح نسوي كبده. طبعا هذه الكبده طلعتها من امس، اي شخص ما تعرف تسوي كبده تعال معنا اليوم. كيف يجي معنا يعني؟ يدخل التلفزيون. طبعا في البدايه راح نقطع الكبده صغار صغار صغار، او قد ما تحبه زي ما تبغى. حاليا بعد ما قطعنا الكبدة راح نقطع بصلة وطماطم. كالعادة ننتظر كم دقيقة لما يصير حامي، بعدها نضيف الزيت. راح ننتظر الحين لما الزيت هذا يصير حامي. بسم الله الرحمن الرحيم، وفي البداية راح نحط البصل طبعا. وأول ما نشوف ان لونه صار ذهبي زي كذا نقول بسم الله ونضيف الكبدة. الله على ريحة الكبدة، الله والله زمان عنها. حاليا راح نضيف البهارات، فلفل اسود، ثوم مطحون، كمون، ملح، واخلط. واللمسه النهائيه راح نضيف الطماطم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، وكذا يكون الشكل النهائي. والله صراحة الشكل جدا شهي. أنا أعتذر بكل فلوق أقولها، أنا أعتذر لكل شخص يشوف فلوقاتي وهو جوعان. طيب يا جماعة قبل ما أفطر بس بقول لكم شيء، شفت في أحد التعليقات شيء زعلني صراحة. طبعا مو بتعليقات فلوقاتي، لا فلوقات الأشخاص اللي نصحتكم تشوفونهم. شوفوا مثل هنا مكتوب ما تستاهل، متابع واحد ثنيان خالد أحسن منك بكثير، اللي يبي قناته يبحث ثنيان خالد. يا جماعة الاشخاص اللي انا نشرت مثلا فلوقاتهم ممكن ما يكونون نفس نمط فلوقاتي او نفس الطريقه اللي انا اسويها، بعض طريقتهم مختلفه، فتعليقات سلبيه ما نبغى ابدا. يعني احنا نتمنى الخير للجميع. لكن شفت بعد في احد القنوات الثانيه اللي نصحتكم تتابعونها، شوف ايش حصلت مكتوبين، جيش اثنيان و24 شخص مسوي لايك. زي كذا تعليقات مثلا ما هي مشكله، اما تعليقات سلبيه وزي كذا ابعد عنها، واحنا نتمنى الخير للجميع والله. ونسمي نقول بسم الله. اخيرا كبده، الحين اقدر كذا اقول انه بدا العيد. ثنيان بتسولف ولا بتاكل انت الحين؟ انا ما اصور في وقت الاكل، لكن يا جماعه بس بقول لكم صراحه الكبده شيء بطل. اي مبتعث روح اشتري لك كبده، حط بصل، بعدين حط الكبده، وبعدين حط البهارات فوق الطماطم، صراحه راح تدمن عليه، شيء بطل والله. الحمد لله بعد الفطور. ما اخفيكم يا جماعه اليوم المكان الاصابه جدا يلمني، فايش بسوي الحين؟ فبحط ثلج وماي عليها، ان شاء الله يصير احسن. بعدها نطلع كيس البلاستيك الصغير هذا، نحط الثلج. بعدها اعبي شويه ماي بارد. خليه شويه كذا لما يبرد الماي، وارجع احط ماي هنا عشان بعدين نرجع نستخدمه.
كريت من قبل ما تعرف معنى التركيز الا لما تشيل هذا وتحطه ثلاجة الفريزر اقصد. الحين صار بارد كذا اتوقع. ناخذ الجميل هذا يجلس هنا. مكان الاصابه هنا يصير اخضر هنا ليش؟ بنفسجي هنا. المهم شكل الجماعه بتحول مثل الرجل الاخضر. في فرق كبير صراحه بين هذه الساق والساق الثانيه. هذه انتفخت كثير. فبناخذ الثلج الحين ونحطه هنا ونقرا ثلاث حكم من كتاب اليوم. وبعد نص ساعه يكون كذا الثلج ذاب. لكن والله الحمد لله يا جماعه حاليا صرت اشوف الكعب. لكن امس وقبل امس صراحه ما كان في كعب ابدا. يعني هذا كان منتفخ كذا كله. لكن خف شويه الحين الحمد لله. ان شاء الله يصير احسن نرجع زي ما كنا وافضل باذن الله. طيب شباب زي ما تعرفون حطيت فيديو بالانستغرام وكتبت افضل تعليق على هذا الفيديو راح انزل كومنت بالفلوق الجاي. صراحه في تعليقات كثيره قاعد تضحك عليها. بختار افضل اربعه. يا الله. اخر تعليق صراحه قتلني. وهذه افضل التعليقات. اللي مو عندي في الانستغرام انزل بعض الاحيان صور، انزل يومياتي، اكتب بعض الاحيان قصص، انزل فيديوهات. شوفوا حسابي هذا هو ثنيان 16 في الانستغرام. وحياكم جميعا. ثنيان تعال بكلمك شويه. طيب جاي. هلا والله. هلا والله. شو اخبارك؟ كيف حالك؟ طيب؟ شو مسوي؟ لا شويك. طيب يا جماعة حاليا متوجه إلى فندق ماريو. نادي السعودي مسوين حفل بمناسبة العيد فبروح هناك وصور لكم كيف يكون. ويلا نروح. وصلت للدرجة يا جماعة. والله إني ما أقدر أنزل من الدرج. أنزل كذا كأني ما أدري كيف كذا. أنزل على قدام. كيف أنزل على قدام الثنية؟ يعني في أحد ينزل على وراء؟ وباب الأمل من آخر الليل ونروح على الفندق ونشوف كيف يكون. طبعا وقفت في آخر الدنيا وكمل مشي. والله مشكلة المواقف هذه لازم نلقى لها حل. طبعا السواق هذا راح وبيرجع. لا الاجواء بدأت تبرد يبغى لها جاكيت. لازم خلاص تطلع بدون جاكيت وهياط اثنين حقك المعروف ما عاد ينفع. وصلت الفندق. هذا هو ماريوت. شوفوا القمر يا جماعة. منظر القمر صراحة جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. السلام. عامر. هلا ابوي. اهلا 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 اهلا. الله زين. صورة من الانقياد والطاعة. ما توقعت هذا العدد الصحيح. 15 25 25 لبيك يا الفكتور. يا لبيك. سلفي صح؟ هذول الشباب متكشفين في العيد. عبد الله ايش اللبس هذا؟ لبس ديني. كلمة توجهها للأشخاص بالسعودية. السعودية كانت بخير وأنتم والله محظوظين. احسن شيء فيهم التنظيم انه طاوله طاوله عشان ما يصير زحمه هنا. شوفوا نظرات الاجانب للاشخاص اللي لابسين ثوب وشماغ. نظرات غريبه والله. شوف هذا الرجال جاي يكلم الشباب السعوديين يسالهم على الثوب وشماغ والعقال. الكل قاعد يسالهم يعني ايش لابسينه وايش المناسبه. حلو حلو من الاجانب انهم يسالون. هذا احد الشباب يشوف الفلوقات. انا من متابعين ثنيان. انا اتشرف اليوم اني اكون من الله يخليك. سعيد جدا ان انا قابلتك اليوم. الله يخليك. الله يسعدك. الله يخليك. شكرا لك حبيبي. وناخذ الصحن. طيب في البدايه راح نحط الرز طبعا. ها؟ ايش هذا؟ والله لا تسالني. شكله لذيذ. خذ هذا. ما شاء الله الشباب اللي شفته شفناهم امس وول مارت موجودين هنا. انت بخير وصحه وسلامه. الله 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 يا سلطان. الله يا سلطان. منور فيكتوريا. هذا عشاء اليوم. بالعافية. أحد الشباب اللي تابع الفلوقات زعل لأن أمس ما طلعت الفلوق فحاليا راح أصوره من ورا بدون ما يدري وطلع الفلوق. وأحلى مفاجأة. السلام عليكم ورحمة الله ورحمة
الله يلا حيك الله يحفظك يا تو. ابغى منك شيء واحد بس سمعني. فلوق جديد فلوق جديد ويوم جديد. لا 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 والله انا بعرفهم على حساباتك وناشرها وناس يتابعون حساباتك ولا تطلعهم ولا لا حرام. هذا من الاشخاص اللي كانوا متواجدين بفلوق امس لكن ما طلعته بالفيديو وهذا اليوم احلى تحيه له. شوف شباب هذا اكثر سؤال يجيني من اشخاص اللي اقابلهم هنا في فيكتوريا. اسمع السؤال الحين ابو فنان فيكتوريا هذا شقه صغيره ورا ما تطلع ما انت وين فيه وين موجود هذا اكثر سؤال يقولون فيكتوريا صغيره ولا نشوفك. يذاكر فنيان يذاكر صح هذا الكلام. يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا كذا يكون رجعت البيت ووصلنا لما نهاية الفلوق يا جماعة. يعطيكم ألف عافية على المشاهدة وصراحة أحب أشكر نادي السعودي فينا نايم وفي فيكتوريا على التنظيم على الحفل. صراحة كان شيء مرة ممتاز وخيالي وما قصروا أهلنا نايم وجو من نايم ولما فيكتوريا عشان يشاركونا الفرحة. صراحة كان حفل جدا ممتاز. لكن يا جماعة عندي خبر لكم. راح أوقف لقات فترة بسبب الإصابة. إيش دخل أنا بلعب كورة ولا بصور فيديو؟ لا والله جد يا جماعة الإصابة صارت جدا تألمني وحتى وأنا راجع يعني راجع البيت لما رحت سيارة لما ركبت الدرج هنا قاعد أعرج بشوف حل والله زادت بكثير عن أول. الله يسامح ذاك المكدش. وسؤال اليوم يقول لو خيروك الحين تأخذ حبة ترجعك بعشر سنين ورا ولا تأخذ حبة ثانية وتتقدم عشر سنين قدام؟ راح تأخذ أي حبة؟ ترجع عشر سنين ولا تتقدم عشر سنين؟ تحفونا تحت بالكومنتات. وصراحة ما أدري لمتى راح أوقف لقات لكن راح أوقف إن شاء الله أول ما أرجع من الإصابة. حسيت إني ياسر قحطاني لكن بإذن الله راح أكون متواجد على تويتر وعلى إنستغرام وطبعا على السناب. راح أصور يوميا بإذن الله وأشوفكم هناك. وصلنا لنهاية الفيديو كالعادة وأقول لكم والسلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم. اتوقع كذا خلاص العالم ما يحتاج اينشتاين ثاني. اثنين خالد موجود ركبنا النور.